مشاهدينا اهلا بكم واخر حواراتنا لهذا الصباح، وزي ما تابعنا في الفاصل وهذه المعلومات بنتكلم عن المخلفات الزراعيه، المخلفات الزراعيه طاقه خضراء. ده الحقيقه كان تصريح مؤخرا لوزير البيئه، اللي زي ما تابعنا ايضا بتتبنى وزاره البيئه خطه للاستفاده من هذه المخلفات الزراعيه. يمكن لو اتكلمنا عن هذه المخلفات في مصر بيكون ابرزها هو قش الارز اللي بيسبب كل عام ما يعرف بالسحابه السوداء، وطبعا أضرارها الجسيمة سواء البيئية أو الصحية. في حين إحنا لو استفدنا بهذه المخلفات الزراعية بشكل عام ممكن نستغلها في إنتاج الطاقة والوقود وأيضا أسمدة عضوية وأيضا أعلاف للحيوانات. لو اتكلمنا تحديدا عن قش الأرز إحنا بننتج حوالي 4 ملايين طن سنويا. لو استغلينا هذه المخلفات بشكل عام ممكن إن إحنا نوفر حوالي 25% من استهلاكنا للطاقة. الكثير من المعلومات الأخرى حول الاستفادة من المخلفات الزراعية هنحاول نتعرف عليها من خلال هذا الحوار مع ضيفنا في الاستوديو الآن، دكتور محمد نور الدين، أستاذ الأسمدة العضوية والحيوية بمركز البحوث الزراعية. دكتور محمد صباح الخير وأهلا بحضرتك معنا. صباح الخير، أهلا وسهلا فندم، إزي حضرتك؟ أهلا بحضرتك. يعني دكتور محمد، وإحنا تحديدا في هذه الأيام بنقترب من موسم حصاد الأرز كل عام والسحابة السوداء الناتجة عن حرق قش الأرز، لو ابتدينا حديثنا عن المخلفات الزراعية في مصر حضرتك بتصنفها ازاي، وتحديدا قش الارز كيف يمكن الاستفاده بيه؟ اعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. بالنسبه للمخلفات الزراعيه في مصر تقريبا كده بتبقى حوالي، هو احنا الاول عايزين نصحح المفهوم ونقول هي اسمها متبقيات زراعيه وليست مخلفات. ما عادتش مخلفات لان احنا دلوقتي في امس الحاجه اليها، وبالتالي احنا بقينا نسميها متبقيات. المتبقيات الزراعية دي حضرتك في مصر دلوقتي في حدود 20 مليون طن. 20 مليون طن زي ما حضرتك قلتي منهم 4 مليون طن أشرز. 4 مليون طن أشرز دول ممكن احنا نستخدمهم استخدام جيد جدا. جزء منهم يستخدم على في الحيوان، وجزء منهم ممكن يستخدم كتدوير لهذه هذا المتبقي اللي هو قش الرز وعمل منه كومبوست. ايه هو بقى الكومبوست ده؟ الكومبوست ده اللي هو عباره عن المكموره السماديه المتطوره، مكموره سماديه متطوره بتديني سماد عضوي، هذا السماد العضوي بيضاف للارض الزراعيه. الهدف منه ايه؟ الهدف منه حضرتك اللي هو تحسين خواص التربه بحيث ان الجوده بتاعه التربه نفسها بتزداد معايا عام بعد عام، مش زي استخدام الاسمده الكيماويه. في استخدام الاسمده الكيماويه الجوده بتاع التربه ونقدر نقول الخصوبه بتاع التربه بتقل معايا من عام بعد عام ونسبه الملوحه بتزداد في التربه، على العكس لما بستخدم الاسمده العضويه زي الكومبوست اللي احنا بنقول عليه. الكومبوست ده بيحسن لي خواص التربه من سنه الى سنه، وبالتالي المحصول بتاعها او الانتاج بتاعها بيزداد من عام الى عام. يبقى انا قش الرز ده اما اعمل له عمليه تدوير واحوله الى كومبوست اللي هو عباره عن سماد بلدي متطور، هذا الكومبوست هستفيد بيه استفاده كبيره جدا من ناحيتين. الناحيه الاولى ان انا هوفر كميه كبيره جدا من السماد الازوتي اللي بيضاف للارض. على سبيل المثال انا اللي بحط، لو بحط مثلا للفدان بتاع القمح بحط له مثلا 90 وحده ازوت، 90 وحده ازوت دي بتيجي تقريبا من 4 شكاير يوريا، تمام، اللي هو السماد الازوتي، تمام. 4 شكاير يوريا، 4 شكاير يوريا انا لو سميت فدان الرز القمح ده ب 2 طن كومبوست، واخده بال حضرتك، ممكن اقلل كميه السماد الازوتي للنص، تمام. يبقى وفرت شكارتين يوريا، شكارتين يوريا انا عندي مثلا بزرع 2 مليون فدان تقريبا او 2.5 مليون فدان قمح، تمام، في 2 يبقى انا وفرت 5 مليون شكار. الشكاره دلوقتي عامله حوالي 200 جنيه، نحسب بقى هتضرب في مليارات، تمام، يعني كده عائد اقتصادي وايضا يعني عائد على المدى الطويل للتربه نفسها، تمام. عائد اقتصادي حالي اني وعائد ايه على المدى الطويل للتربه نفسها كده وبس، لا ده كمان انا لما بسمد الارض بالسماد العضوي ده هوت المتطور ده، واخد بال حضرتك، الانتاجيه بتاع المحصول نفسها بتزيد عن اما استخدم السماد المعدني فقط، واخد بال حضرتك، بتزيد حوالي مثلا 10%. 10% ده يعني تقريبا نقول 2 ارداب
قمح. أرداب القمح النهارده ب 600 جنيه يبقى 1200 جنيه، 1200 جنيه في 2.5 مليون فدان نضرب بقى تطلع كام مليار؟ واخد بال حضرتك؟ يبقى إذن استفادة كبيرة جدا جدا من استخدام قش الأرز. يبقى صعب خالص إن أنا أجيب عود كبريت وأولع في قش الرز. علشان كده يبقى أنا بخسر ثروة قومية كبيرة جدا جدا. ليه استخدامات تانية أو ممكن الاستفادة منه بطرق تانية كمان حضرتك كنت بتتكلم عنها دكتور محمد؟ حضرتك ليه استفادة أخرى؟ يعني على سبيل المثال أنا ممكن قش الرز أنتج منه مشروم. المشروم ده طبعا ليه قيمة غذائية عالية جدا جدا، ونقدر نقول هو عبارة عن منتج غذائي خالي من الكوليسترول وخالي من الدهون، وبالتالي هو مهم جدا لكل الأعمار. واخد بال حضرتك؟ المشروم ده أما بيتحط مع اللحوم بيزود القيمة الغذائية بتاعة اللحوم نفسها، وبالتالي أنا لو استخدمت المشروم وجعلت استخدام المشروم كنقدر نقول عادة للمصريين اعتدنا عليه في كلنا ثقافتهم الغذائية. في ثقافتهم الغذائية في الحالة اللي زي دي هحتاج كميات كبيرة من المشروم. طب إزاي بينتج أنا عندي قش الرز الموجود بكل بساطة، قش الرز ده أقدر إن أنا أحوله إلى سبستريت أو مادة أنمي عليها المشروم، عن طريق إن أنا بجيب قش الرز ده وبنقعه 24 ساعة في المية، وبعد كده بحطه في مية على 70 درجة مئوية لمدة ساعتين علشان أعمل له عملية بسترة أو أقتل الميكروبات الضارة اللي موجودة فيه، وبعد كده أنا بعبيه في أكياس ومعاه السبون بتاع المشروم أو التقاوي بتاعة المشروم، طبقة وراها طبقة سبون وراها طبقة قش وراها طبقة سبون، وبعدين بربطه كويس قوي وأحضنه لمدة أسبوعين، وبعد كده ببدأ أعرضه للضوء 4 ساعات في اليوم. وده بيكون نفس القيمة الغذائية للمشروم اللي بيتزرع بالطريقة التقليدية؟ هو نفس القيمة الغذائية حضرتك المشروم بيتزرع بالطريقة التقليدية. واخد بال حضرتك؟ تخيلي حضرتك أنا ممكن أنتج من كيلو القش قد إيه مشروم؟ نص كيلو مشروم. يعني طن القش ممكن ينتج لي نص طن مشروم. نص طن مشروم ده ثمنه قد إيه؟ 30,000 جنيه، الكيلو ب 60 جنيه النهاردة. يعني نص طن مشروم بيبقى ثمنه 30,000 جنيه، يعني أنا ممكن أحول طن القش اللي بحرقه بعود كبريت الى 30,000 جنيه. واخده بال حضرتك؟ تخيلي ده ممكن يعمل قد ايه من مشاريع للشباب. وايضا بيستخدم قش الارز فيه كاعلاف للحيوانات ايضا. وايضا قش الارز بيستخدم حضرتك كاعلاف للحيوانات. يعني دلوقتي حاليا حضرتك انا في بدايه زراعه البرسيم. بدايه زراعه البرسيم بيبقى البرسيم طري، نسبه الماده الجافه فيه قليله، ومعظم البرسيم بيبقى عباره عن ميه. الحيوان لما بياكل البرسيم الطري ده ممكن يجي له ايه؟ يجي له حالات من الاسهال. واخد بال حضرتك؟ بيضطر المزارع يحط معاه ماده ملقى، الماده الملقى دي اللي هي عباره عن قش الايه؟ قش الارز، بتساعد مع البرسيم ده هو بحيث ان هو بحالتها زي ما هي يا دكتور؟ بحالتها زي ما هي، بحالتها زي ما هي. واخد بال حضرتك؟ ممكن برضو البرسيم قش الارز ده انا اسف يتحقن بالامونيا ويتحول الى علف. تمام. الى علف لوحده بقى من غير ما ينضاف للايه؟ تمام. للبرسيم. واخد بال حضرتك؟ طيب قش الارز كمان ده انا ممكن المهندسين في الـ 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 المهندسين المدنيين في منهم عمل ابحاث على قش الرز وعمل منه الطوب بتاع المباني. وفعلا عملوا الطوب بتاع المباني وقدروا قوة الصلابة بتاعة الطوبة نفسها وجدوها أكتر من الصلابة بتاع الطوبة العادية، لدرجة أن طلع الراجل فوق الدور الخامس ورمى قالب الطوب على الأرض، طبعا نزل سليم قالب الطوب بتاع القش. واخد بال حضرتك؟ يبقى ده في ناس بتبني فلل من بالات قش الرز، فلل من بالات قش الأرز بحيث ده هنا في مصر يا دكتور؟ والله في أعتقد في بعض حاجات ولكن معظمها بره. واخد بال حضرتك؟ بحيث أن هو بيجيب بلات قش الرز ويرصها بطريقه معينه ويقفل معاها من هنا بالخشب ومن هنا بالخشب، وبيعمل فيلا جميله كده معزوله مش محتاجه تكييف، هي مكيفه رباني مش محتاجه اي تكييف يعني ولا حاجه. من كلام حضرتك بيسموها الجرين هاوسز او المباني الخضراء. تمام. واخده بال حضرتك؟ وده اتجاه طبعا عالمي انها يعني شيء بيحافظ على البيئه ونظيف زي ما حضرتك بتتكلم. يعني من الكلام انه قش الارز كانه كنز، يعني كنز احنا بنسيء استغلاله. صحيح. طب ايه الصعوبات او ايه المشاكل والمعوقات اللي بتمنع ان احنا نستفيد بيه وبكل هذه الاوجه؟ والله حضرتك هي المشاكل والمعوقات هي عباره عن ثقافه.
احنا عايزين نغير ثقافة المزارع عندنا، عايزين نخلي المزارع عندنا يشتغل، عايزين نخلي المزارع يفكر. يعني انا نفسي زي ما بقول لحضرتك كده ثقافة الثقافة الغذائية بتاع استهلاك المشروم دي لو زادت انا مش هلاقي قش رز اساسا. ليه؟ هتبص تلاقي كل واحد عنده قش رز عمل مشروع مشروم، واخد بال حضرتك، وبدا ينشر هذا المشروع زي السوبر ماركت ما بيبقى فيه مثلا اللحوم اللي هي مجمدة، انا عايز السوبر ماركت كمان يبقى فيه المشروم. المحل البقالة بتاع القرية ها زي ما بيبقى فيه كذا، انا عايز يبقى فيه المشروم، واخد بال حضرتك؟ طبعا يعني ده هيوفر كتير جدا. هل الطرق دي بتستهلك مثلا او ليها تكاليف عالية فده بيمنع انه أقل تكاليف يقبل على المشاريع؟ اقل تكاليف حضرتك انتاج المشروم، اقل تكاليف ممكنة، واخد بال حضرتك؟ كيلو المشروم بينتج كله على بعضه كده يكلف 10 جنيه انتاجه، بيتباع ب 60 جنيه. طب ليه بيتباع ب 60 جنيه؟ لان انتاجه قليل وتسويقه قليل، ها، وبالتالي هو بيبقى غالي. لكن لو انتاجه كتر ها وبقى متوفر في السوق، كيلو المشروم ده هينزل يبقى 20 جنيه، لان هو اصلا تكلفته على المنتج بتاعه تكلفه بسيطه جدا، واخد بال حضرتك؟ تمام. طب احنا ازاي نحفز المزارع او الفلاح ان هو يعني يتوجه للاستفاده بقش الارز؟ يمكن وزاره الزراعه كانت عامله فكره انه بتشتري الطن ب 50 جنيه تقريبا وبتدي مقابل، ده الطن وصل 400 جنيه. تمام. يمكن المقترح ده كان قديم شويه، وبتدي مقابل سماد او شيء. وزارة البيئة بصراحة شغالة، وزارة الزراعة شغالين في الموضوع ده هوت، وبدأوا فعلا ان هم يعملوا مصانع لإنتاج الكومبوست اللي أنا بتكلم عنه ده هوت، وفعلا بدأ ان كميات كبيرة جدا من القش بدأت ان هي بتدخل في الموضوع ده، واحنا بنلاحظ ان حرق القش قل الى حد ما، ولكن مازال في ناس لحد يعني النهارده. فعلا وزاره الزراعه كانت بتعلن انه هذا العام بدون سحابه سوداء يعني تقريبا ان شاء الله باذن الله، ولكن في ناس مازالت برضه بتخالف وبتحرق القش بتاع الرز، واحنا بنقول لهم يا ريت ما تحرقوش القش دهوت، لان باله القش النهارده اللي هي 14 كيلو وصل سعرها 6 جنيه و7 جنيه الباله الواحده. انا الفدان بينتج لي من 100 ل 150 باله، واخد بال حضرتك؟ يبقى انا عندي ثروه دلوقتي ما اقدرش ان انا احرقها ولا اقدر اهدرها. اكيد يعني بالفعل لو خدنا بس قش الارز كمثال للمخلفات الزراعيه هو بيعتبر ثروه زي ما حضرتك قلت او كنز علينا ان احنا كلنا نغير ثقافتنا ونتجه لاستغلاله والاستغلال الامثل ولكي يعود بعوائد بيئيه واقتصاديه اكيد كبيره احنا محتاجينها دلوقتي. في النهايه بنشكر حضرتك جدا دكتور محمد نور الدين استاذ الاسمده العضويه والحيويه بمركز البحوث الزراعيه، شكرا جدا لوجود حضرتك معانا وهذه المعلومات القيمه. شكرا استاذ. شكرا. مشاهدينا بكده انتهت حواراتنا لهذا الصباح هذا اليوم، ونشكركم على حسن المتابعة، وغدا قبل هذا الموعد بساعتين تقريبا بيتجدد اللقاء وأخبار وفقرات جديدة وفريق عمل جديد. إلى اللقاء.